السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر ما يزعجني هذا الصوت، أكثر شيء يزعجني في الدنيا العودة هذا الصوت، أكره كره العمى هذا صوت المكينة. يا ربي كم ينرفزني ويضايقني صوت المكينة هذا، يعني يظهر لي قرون ما أدري، بالرغم أنه عادي في كل بيت وفي كل مكان. ها شوف 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 بالله يكم صخحينه مني هاي بابا. ليش هالكذا ويق 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 ويق؟ ليش ماكينه ولا شو؟ قلت عاد وايد عاد. انا ابو انا ابو انا ابو انا ابو انا ابو يا هي حشره، حشرتهم وحده ناس تصبح لا اله الا الله ونحن مصبحين. انا ابو منو عندك يا هوش الصاله اللي تحت غنم تحت ما في شيء، بالأخص عاد الفنادق، الفنادق يوم يحيدون الواد براقد الصبح ما الفجر شق لأبوي المكاين هاي وين؟ عند البيبان، عند باب الغرف، عند باب الغرف. وخلوك تنزعج إزعاج مالها أول من تالي. نعم أنا أشهد أني يوم أسير أظهر خارج في الممرات أتواقع وياهم، هل ينظفون الحجر؟ مالك مال الروم سير خدمة الغرف ينظفون، متى ينظفون؟ الصبح الساعة 7:30 8 واق واق المكاين وتصفيج البيبان، يزعجونك يخلونك تكره السفرة ويخترب رقادك ويخترب برنامجك هذاك اليوم كبره. والسب شو؟ صوت المكينة عند الباب وترضيخ البيبان في الممرات، من كل ما نظفوا حجرة رضخوا بالباب لجل شو؟ ترى تحاط عدم الإزعاج، يزعجونك بطريقة غير مباشرة، ذكاء فيهم. لكن أنا أقول هذا ما بذكاء، هذا يسمونه خبث، خبث ما والله يا أبوك. أكثر عمرة أسير عند المدراء الفنادق ولقنهم دروس مالها أول من تالي، من كثر ما أتجلس أتشكى أغديلهم أشكى عن المطلقة والسب الشو الإزعاج هذا الصبح. إن ما علي أقول أنا ما برايني بيكم حد، يعني يا يعني نحن يوم اللي البقع هيك نقول هالفلان البقع زينه وهذا الفندق زين، نسين اللي يشتغلون في الفنادق يبالهم الذهيب، يبالهم حد يعلمهم المذهب، انه يوم بيعطيك حتى ربي يعطيك ما يحتاج انك انت تبادر بانك سويت الخدمه هذه حق بيت البهانس. الطلبه بطريقه غير مباشره ما بزينه، ترى اللي بيلجمك يدلثمك، اللي بيعطيك بيعطيك ما يحتاج انت تاشر له. الأشارة ما بلازم والتلميح ما بلازم، ليه بيعطيك؟ ترى بيعطيك رب العالمين، الله كاتب لك نصيب أنت في العطية هذه ولا في الشيء الفلاني، ما يحتاج أنت حين طلبة وطلبة وطلبة، بس السد ودي وحدة تلميح لو من بعيد، لو من بعيد يعني بس يسد، يوم الله كاتب لك نصيبك حصل أنت حين. هي والله يدروبك أنك أنت كانك عندك ولا ما عندك، كلها يدروبه يدروبه، يعرفون بظروفك، يعرفون ما يابك المكان هذا إلا الحاية، ويعرفون ما درت أنت في هالمكان إلا ترى ما صلى المصلي وصام اللي يبغي في الجنة مقام، ما صلى المصلي وصام اللي يبغي في الجنة مقام، المسلم ما صلى عبد يبغي في الجنة مقام، ما يبغي بوي الدرك الأسفل، ما يبغي صقر، ما يبون صقر يا أبوك الله يفارج بيننا وبينه. نعم حد أبوي ما يبلل الأناس والراحة في الدنيا وفي الآخرة. هي والله بعد عنا وعنكم إن شاء الله صقر وغير صقر. يلا بنرمس خلاف، أقول شوف بلعك بريجنا عجلتهم وحدة ما شاء الله يا هالشركة، خلية نحل، خلية نحل يشتغلون صبح ومساء في أسبوعين، هاي شو عجلة والدنيا هاي كلها، قالوا في خلال شهر كلها هذا بيذهب تبارك الرحمن. طالت عماركم عمود البيت ما بموجود وهي سالمة في الدمام، البيت بلية حرمة ما كأن بيت، كل بيت بدون حرمة ما كأن بيت، الحرمة هي عمود البيت، هي أساس البيت، هي الركيزة، راحت الحرمة ضاع البيت، لازم البيت تكون فيه موجودة سيدة المنزل يسمونها. فلذلك طالت عماركم أنا محمد في المسافر وهي سالمة سال عندها الدمام المراد، ما بهذا موضوعنا، موضوعنا طالت عماركم. فما تحس
بقيمة رعاية البيت إلا لو تظهر إن ظهرت يوم ولا نص يوم ولا يومين أو ثلاثة أو أربعة، ضاع البيت، ضاع البيت باللي فيه. ضاع لو في 200 عامل، 200 عامل، 200 مساعد ومساعد، ما يسوون قيد يحش الله عز وجل والسامعين. بينهم بلية رعية البيت ما يستوي، ما تروم أصلا، ما تروم أنت يا البنادم تعيش بلية عمود الخيمة، عمود كل حرمة في البيت هي عمود الخيمة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف في فايحين شغله، حافظنا عليه لمدة الحين شهر ونص تقريبا من نزل في الأرض. شو ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله رب العالمين. شلينا اليوم عن هالي فوق، نحن حاطين لحفين عن الطير، خلاص عن الطير الحين إني هذا بزواله. عن الطيور، ترى الطيور شي يسوون يوم هن صغار، هاي ينقبن هاي القمة، ومن ينقبنها بس تقرقمت خلاص ما شي فايدة. القلب هذا ينقبن وياكلن الأوراق، ودرن هالشيار كل اللي في الدنيا العودة، وياكلن بس هذا لهني، ودر بعد الكبار ياكلن هاي لهني لتو القض هذا، ها النواه اللي منها وتكبر الشيرة هذه ياكلنها. ضارات ما شيء أضر عن الطير. ما اسمعها بأغنية بالخير، صفصف الله لا حل ياكل زرع ليتام. اي والله ما يلام، ما يلام بالخير يوم عد هالقصيد الفنان وهالغنية الغاوية. هي والله صفصف الله لا حلك تاكل زرع ليتام، حلفت انا ما كلمة، هي وحلفت انا ما كنسيت ولا ما عاد ذكرها. هي هذا شور الحمام، هي الحمام اونها شاير عليه، الحمام هذا شور الحمام، ما يخص الصفصوف، الحمام اشارت عليه ندوك يا الصفصوف، سر بويل بقع الفلاني ويميع الشيار عندهم، وكل ونزر بطنك ولا ترد بويل انت شبعان. وسار قال ابوي على يوم شاره، هو قال ابوي هذا ابوي شور الحمام ما بشوري انا. شان بي السلام عليكم. سلام، جود مورنينج. الحمد لله تمام. هاو ار يو؟ تمام الحمد لله. يلا كل شيء اوكي؟ اوكي الحمد لله. الحمد لله رب. يا ربي رقم واحد يا شامبي، كل شيء زين الحمد لله. انت ما تسوي الا زين يا شامبي. قول ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله تكتب عم بهيت. ها انت وين انت؟ انا موجود، انت وين؟ وين؟ في المطار؟ بتسافر انت سهل المطار لو شو؟ شارع المطار زينة ترياك. يلا عاد يلا ياسة ترياك من الصبح. يلا ترياك. طارت عماركم الأرض الحين، بقع كل مكان للزراعة معدلين بزينين، حاطين للتربة وحاطين للأسمدة والمركبات كل ما هو اللي يكون يصلح لأول زراعة الشراء. فمن تعدل وتزينه وتكمل تسقي اسبوع اسبوعين ثلاثة، ترد بين فترة والثانية تجول به الأرض. شوف هذه الأرض تحرى ورس، تحرى ورس. الحين هاي عندنا شيرة زيتون جوافة، هاي الزيتون الحمر طالت عماركم. أول شيء نحن نشل القاعدة الأرض اللي تحت ونطر طرف هذا واحد فقط، هذا نطر نقصه طرف واحد. فيازم الحين على ما بتشوفون بنرويكم طريقة تنزيل للشيرة الجديدة، البشر اللي أول مرة تنزل للأرض بنخليها هي بوتة، هذا البوت القاعدة بنرويكم الحين الطريقة بالضبط زين ما زين. وهذا كله ندريبكم تعرفون كل شيء ما شاء الله عليكم يا غير، لازم لازم يبعد أخير يوم يزيد عرف. على ما تشوفون الحفيرة الحين طالت عماركم إذراع طولها، غزرها إذراع، إذراع ونص. فنحط في القاع في الأرضية الحفيرة هذه تراب حمر نظيف عادي، يعني حسب ما تستعمل الشيرة أول ما تنحط السماد اللي موجود يكون حار عليها. أحب أخبرك بالطريقة، شو السبب؟ شوفوا الحين الأرضية هذه انشلت خلاص. يلا 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 بسرعة، عادي شايرات بسرعة بسرعة ما يبه هالكثر. ها شو صبر 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 صبر، يقوم تروقك. شوف الحين هاي الشيرة مستوى التربة هذا، مستوى الحين يوم بتغمر التراب هذا لازم ما يزيد لين فوق، لازم نفس مستوى البوت هذا السماد اللي انتم حاطين التربة الأصلية اللي هي هاي. فحين يدكونها على ما تشوفون، يوم بيكمل بتضرب بعرج بتكمل اسبوعين ثلاثة
حفرنا الطرف هذا وقصي شلينا هذا هذا بس تكمل اسبوعين ثلاثه وتضرب بعرض وتغلي بخير وسهاله. حفرنا الطرف هذا حفرنا الطرف هذا وقبض واحده ها النمون بيد وحده من ينفلق فلاق وتشل وترد تدفنها من الاطراف لان العرج اول بادي بتضرب تحتي ما بتضرب في الاطراف فالحين تعطيها قوه. شرات الياهل اول ما يطيح بطنه ما يعطونها لعيش ولحم وهريس وفريد يعطون ابويه حليبه وصربه وهذا لين يتقوى صغيروني وهالنمونه الشيره شرات الياهل احنا عاد سووا لها ابوي المدحه وازوان يسكونها يعني في الاسبوع مرتين ثلاث مرات الحين او مرتين شيء بسيط لان كثره الماء بعد يسوي بكتيريا على ما تشوفون ونسوي لها هذا شرات الحياب عن الطير وعن الدياي وعن ما ادري شو والدنيا مطرجه. يلا هاي طريقته لا تقول ما قلنا اركض. وصلاح شال الدنيا فوق راسه كعال 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 كعال. السلام عليكم. اي لس انت معيد 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 كلنا خدامك يا البرمه الريال منا والحرمه كلنا خدامك يا البرمه الريال منا والحرمه كلنا خدامك يا البرمه الريال منا والحرمه كلم ابوي شبيك لبيك عبدك ها 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 ثلاث تنفت ايه حنايا حنايا شو يسقرت صلاح شو تبغى صلاح شو تريد صلاح شو تبغي هذا يا سيري يبي الباينابل هاي ما شاء الله بعد هالدنيا متيت حنايا متي هاي هذا متي هاي سمان this one at night hey all day too this one I didn't see because I was already sleep ask رشيد شو رشيد السلام عليكم عليكم السلام ها زين صلاح اي ايوه اسوي غسيل سياره وين 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 50 صلاح وين 50 قدلوده يا قدامه سوي غسيل سياره كم فساره ماي كم كم وين 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 غسيل سياره صابون نريد خرقه صلاح وين البيزات عطى 50 زين سر 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 شيل بوك صلاح حبيبي صلاح صلاح نظف سيارك لازم تعطي بيزات شو المشكلة ما يعطي يا أسد الله يغرب الأسد ياك ياك صلاح صلاح عيب حبيبي لا تقول هالكلام شو هذا في ديك أنت عليكم كم مرة بوك ثلاثة بوك زين صبر 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 صلاح يلا تعالوا كلكم ايه صلاح بيجسم بيزات ايه تعال عناية تعال تعالوا لحقوا لحقوا يلا everybody come ايه اسد زقر 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 الفلبينية وزقر هايش الثانية تعالوا صلاح بيجسم فلوس 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 يلا 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 صلاح يلا يلا لا لا صلاح صلاح حرام انت حين سويت غسيل سيارة وين راشد زين انت شو سويت اليوم حق صلاح غسيل سيارة مال صلاح وانت انا هي انا اشتغل زراعة كامل سوي ترتيب حق صلاح ايه زين راشد تعال بعد هذا صليت انا شو يعني مينو صلاح؟ أنا أريد 20 بابا. يلا كل صلاح 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 20 و50 هذا شوف صلاح الحريم على 20 الصلاح الحريم على 20 والريايل على 50 شو؟ أخ عليك ليش المشكلة أرقام مالنا؟ الحين غسيل سيارة جيب الحين شو صلاح؟ شو أخيرا شو؟ بس خلاص يصير ما شيء ما شيء يوم بيظهر المعاش آخر الشهر يلا مع السلامة آخر الشهر آخر الشهر آخر الشهر خلاص صلاح روح كله برا يلا مسخرة أرقام مالنا مسكين
لا حول لا قوة الا بالله. خلاص 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 ضربهم خلاص. لا حدا ازيد يم كثر مايا. شفت هذا الخشب انا شفت. خلاص خلاص خلاص. حبوكك وين انت؟ بس خلاص ما حد خدمك شيء عيب. لا سوي الحركات انت. انا ابو ما بخالك. لا اله الا الله. خلاص انتهى الموضوع. لا هذا يباني انا ها بلاك. صلاح سكت. هذا ابوي عصير رمان مثل ما قلنا يوميا قيض ولا اشتاء من اروع ما يكون صحي ورقم واحد ما مضاد للاكسده اكثر شيء في الدنيا العوده مضاد للاكسده هو عصير الرمان. شو صلاح ابوي كجاوز ليه صلاح ليش ما تبغى يتريق؟ لا عيد خلاص وين؟ يتريق في بيتكم اليوم بيتنا خلاص وين بيت؟ صلاة أسأل أسأل سير تريق في بيتك اجلس سيد ما أكل أجل اليوم أنا أكل بس حليبة شوية أنا شو السر هذا؟ شو قابض عليك هو؟ يقول أنت أكل خبوس أنا أقول ما أكل ما أكل صلاح ليش تكذب؟ الساعة 6 شايف انك تاكل مبارك يلا يلا توكل على الله يلا تأخر زين انا بقول لك فلات لا تتكلم معنا فلات زين انا عز هذا عز مبارك يقول لك يوم تظهر خاري وتسوق بلا توقف عند الوادم تسوق تخليه تريا لا عز ليه مو كلام وليش يعني ما تبغى يتكلم انت؟ لا 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 مو كلام كيف يعني؟ ممنوع عليك ممنوع الكلام صلاح ليه؟ ليش يعني مشترى شار النوال النولي انت بابا انا اخب ولا انت قلقل ما اخو انا اظم انا اخو انا لازم قلقل شو مشكلك انت ليش اناني انت خلاص يلا انت ايش تسوي كلام صلاح وين بسير وتوحين صلاح وين بتسير بيت بنت مبارك وعقب بتسيرون بيت بدرية سلم على بنت مبارك وسلم على بنت أحمد كان من الحيين يلا مع السلامة وايد أتكلم يا حول يا مرحبا يا مرحبا يا خالد الخالدي يا مرحبا نور السناب في ذمتي أنانيها والأهل كلهم يتابعونك ولا تقطع منا ثانية وبحدة والله العظيم اننا مشتاقين لك ويا مرحبا ونور السناب احسن السناب انت بدونك يا ابو محمد ما يتشاهد وشكرا تحياتي من لوبا لوبا هذا مطرس طالت عمرك من هالمكان ها مكتوب فيه او مكتوب عليه بعد غيبة طويلة نورت السناب واستعدتنا برجعتك ستيلاي سويت بوتيك وامارس الزهور شكرا جزيلا اللي طرشوا هذا الشيء هذا بعد شيء من غير في مضرب عطر مضرب دهن دهن عود وشيء بعد داخل شيء وايرات وشيء ما ادري كيابل شيء داخله مطرش طلعت اعماركم شيء مطرش نورت السوشيال ميديا الاستاذ خالد الخالدي جيناك نقدم هديه بسيطه من الاسره فانيلا بوكس شكرا جزيلا أما عاد هذا فيا يبويه من دار اليود ودار العز دار السلاطين حالي يا موز حالي يا صباح السلاطين يا يبويه من السلطنة يا يبويه من مزون للحلوة العمانية من عند عايض البريكي مشكور يا عايض يعل عمرك إن شاء الله عمرش عيب النبي فنان فنان الفنان فنان نيروم عليكم أبويه ما شاء الله عليك يا عايض ما شاء الله عليك يا عايض ما شاء الله عليك هذه طالت عماركم حلوة مزون الأصفر وهذه طالت عماركم حلوة مزون السوداء وهذه طالت عماركم بعد السوداء هذا أنا أكثر شيء تعجبني هذه كلها والله خدمتهم كلها فنان وعندهم نوع بوكسات بهالطريقة بعد
للمناسبات والافراح يعني يطلبون الليبه يندب يسوي تيل هو يبول له ليبه احجام مختلفه ومليون شيء. يلا خلصي عجزتيني. يلا 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 يا ربي يا ربي. هي بعد عايب نقفل عنب وذهب داخل ما شاء الله عليك يا عاد. حلواتهم ابوي ينضرب بهالوصوف، حلواتهم ينضرب بهالوصوف. لا استوت قبلها حلوه والعقب مكوناتها كلها اشياء اصليه من زعفران وما ورد ودهنه وكل شيء، كل شيء طيب عندهم. شكرا يا عايد، شكرا يا وحلوه ينضرب بهالوصوف. اقول لكم ما شيء شرات حلوه بتفتحها لي ولو تستعملها اليوم بتجلس حتى لو شهرين ثلاثه ما تعول، للسفر للسير الجاي للهدايا. هذا عم ما تشوفون، وهذا ابوي عنوان قوم عايد اللي يبى يسوي عليه كابتشر. لا تقولون ما حد قال لكم، حلوى عليها رضوان من الله، ودوم نستعملها ودوم تينا ويفرح بها صدقانا ومن نحب ومود كلنا. ابوي ينبسط ويبشلها الحلوى، حلوى اللي طول العمر. حين يا وقت الغالي اللي ما حد يسواه في الدنيا، العودة اللي ما حد يسواه، اللي ما حد يسواه هذا عادي. يا حين وقت الغالي علني يفداك، يا فدي تبدك وريحك، يا فديتك فديت ابوك في حين عاده. يبان وديه حق الكوكو وحق مباع، حق الكوكو حق مباع. ها كنها شفت المباع يو جميله. شكرا يا جميله، شكرا يا جميله، شكرا يا جميله. لا خليت من اسمك يا حبيبي انت امي وابوي في حياتي. مازين الأحفاد مازينهم ومغلاهم، مغلى الأحفاد مغلاهم. يا الله يا ربي يعطيكم مثل ما أعطاني. السلام عليكم. حاشرتني العرب، منو مسوي الديكور؟ منو مسوي الديكور؟ منو مسوي الديكور؟ هذا أبوي اللي مسوي الديكور، مسوي أبوي هذا الديكور كل اللي تشوفونه. صورنا حين حاليا من كم من يوم كل حد يطرج علي ويقول لي منو مسوي هالديكور، منو مسوي هالامور كلها، منو مسوي هالترتيب كله. لابوي ليه مسوي هذا الترتيب كله؟ هذه خبرناكم عنها اللي هي لطيفه، هي مسوي هاي الدنيا كلها. الستاير والنقش هذا اللي تشوفه المغربي والبحرات اللي فوق كل هالدنيا كل اختيارها هي مختارة، الألوان ومختارة الديزاينات، مفصل الكراسي هايل أو مسوية الطاولات، مسوي كل شيء هاللي تشوفونه، المناظر الحفر هاللي تشوفونه كله كله كله. يا تبوي ونسفت من عن بكرة أبي ما خلت لا كبير ولا صغير، كلك عقدهم يقولون بوي كبيرهم علمهم السحر. هاي هي حلي، هذه هي بوي اللي راعية هاي الأمور كلها. جيت من أول هذه طالت عماركم عندها عدة مديلات. شو المديلات اللي تسوونها؟ احنا بننفذ كل الديكورات. يا ريت لو تعلين حسك لو سمحتي. احنا بننفذ كل الديكورات المغربي شرقي كل الديزاينات حتى المودرن، يعني سواء في الجبس الصبغ الفرش كل التنسيق عندنا ان شاء الله. ما شاء الله عليك على فكرة. الأصباغ كل هالأشياء اللي تشوفونها يا بت ابوي عمالها واشتغلوا ليل بنهار ليل بنهار. هاي مثلا القطع اللي تشوفونها فقط توجد عندي انا، هاي القطع هاي الطرف هذا، يعني لكل بيت يسوي مدير روحه مش موجود عند حد. الاطراف اللي من فوق ومن تحتها موجودات عند الناس، لكن هذه دتش العود هاي روحها هي حق حتى اللي في الجدار، حتى اللي في مش بس اللي في السقف، حتى الجدار حتى الكورنر غطينا المشكلة اللي كان عندك الداكت نازل، سوينا حركة نخفي بها المشكلة. النقشات هاي كلها تصممت مخصوص لأنه نفس الديزاين اللي راح يكون على الجدار سوينا حتى على الخشب على الكراسي ماتشين معاه، يعني نسقنا الديزاينات مع بعض. هذا كله تبعها هي كل هي هذه. يوم أقول لكم الله أكبر حم العربي يك باهس ما يوم قلت لك حبنا عربي يختن إبليس ويداوي، هذه هي تختن إبليس ويداوي ما تخلي شيء ما تعرفه. انتقاء للألوان أتي أول ما يت طاولاتها اللي تشوفونهن هاي منبونهن عندي أنا، لكن ما كانن هالنمونة، كانن شبه مالات قنبو عبود، مبا قنبو عبود شبه مال قنبو عبود. قالت لا لا تشتروني داد بنسويهن أبوي ملكيات، وهذا على ما تشوفونه سارن قنبو عبود وينقوم أبويها
برشود رقم واحد يعني. هي والله عتقتن وصبغتن ابيض ما ادري شو سوت بهن وعدلتن الكراسي هاي روحها هي مبتكرتنهن كراسي مثل ما قلنا لكم ولا شيء من موجود. هاي الخدمه اللي تشوفونها كلها شيء يدوي ها كله شيء يدوي وكلها ترتيبات تروحها. سوينا حركه ابو محمد رفعنا الكراسي شوي فوق عشان يبين فخامه السجاد ما يكون الكراسي نازلات على الارض. ايوه عشان نعطي كمان قيمه بالكاربت وهاي المعلقات اللوحه الايطاليه هاي تصميم ايطالي كلها 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 مسوت لنا كلها. انت تحب الالوان حطيناها لك الالوان. هذا ترى على فكره هي حين يوبتي اللي بي يصور هي اتي تيلس ويا اهل البيت تقولهم يعني انتوا شو اللي يوز لكم شو ما يوز شو اللي عيبكم شو ما يعيبكم. تيلس ويا راعية البيت وراعي البيت ويا البنيات يدرسون افكار اهل البيت شو فتعطيهم عده مقترحات فاللي يناسبهم تسوي ما تي شيء من مخها روحها هي تعطيهم مقترح عده خيارات. على فكره تغيير ديكور البيت وتغيير فراشه يخلي كل شيء يتغير في حياتك من ديكورات من تغير كبرك انت كل شيء يختلف عندك. فهالي فريمات هاي اللي تشوفونهن الفريمات هدول مدار الاشياء هذه كانت جبس كلها جبس ومكسر ومفدع ومشلخ وحالته لله يت وعدلت هاي الدنيا كلها كلها اللي تشوفونه هي مرتبتنا. هاي الأصباغ كانت كلها قديمة يعني وكان وايد لون ذهبي بالقو ذهبي بالقو كان ويت وسوت له مطفي وعدلته وما أدري شو قالت لنا تعيدون طاولة هاي كانت عبارة عن قطعة سبيكة من ذهب ويت أبوي جلبته فوق تحت استوت أبوي مال سلاطين مال سلاطين مالت سلاطين هنمون جلبته هاي اللي تشوفونها. وهذه الكراسي الكراسي طالت عماركم كراسي لوليات قالت ابوي لا لا تاخذون كراسي داد ولا عندكم خبر روحي بسوي لكم وبرخص الاثمان. سوت ابوي الكراسي خير شر جلعت اللولي وركبت ويوه. ابو محمد تذكر كان هنا في فتحه في هذا الجدار سويناها بالجبس صار منظر يعني متكامل مع بعض حتى الصبغ سوينا هاي النوعيه المرمرينو يعني من افخم الانواع. هل تشوفونه كأنه حجري ها كأنه هي فولك فولك أهمه فيه تحيدوا بعدين يعيب للصليج أحد ما يعيب للصليج صلاقي. هي والله كلها بسوتنا ما شاء الله عليها. هذا اللي داخل البيت كامل هي كلها عدلته كلها تعديها هي ووايد كل البيت انجلب فوق تحت يعني أبدا ما كان بيتنا هالنمونة ابدا 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 ولا في لحظه من اللحظات كان النمونه ما قصرت جزاها الله كل خير. شو بتخبرين الحين احنا اشاره لكل الاذواق الناس وان شاء الله اللي يتفضل عندنا المحل موجودين في ابو ظبي وعندنا ورشه تنجيد وخياطه ونجاره شغل الاسباغ شغل محمد احنا ننسق في كل المجالات يعني بحيث انه الزبون ما يحتاج يلف على كل المحلات احنا نرتب يعني موضوع الديكور موضوع الصيانه حتى لو في مشاكل زي ما لقينا الكهرباء يعني نسقنا يعني المشاكل الكهرباء التكييف الاخشاب اي شيء فيه مشكله احنا بدون الرجوع لي هنا ما ردت لي انا قالت هذا بنسويه هذا ما بنسويه كل دخلت كل اللي خربان روح عدلته اللي شيء منثلم شيء مشلوخ شيء مطرطر شيء متقشر كلها حتى الرخام تعال رخام والله يا ابوكم يا رخامنا كان شابي مظلم الحين التمنظر به والله يا ابوكم ما كان هالنمونه يعني جلبت البيت فوق وقسما بالله العظيم يلي شوف الحين هذا رخامنا يتحرى البارح ولا اليوم نحمرك به جديد هذا ابوي ترى الاولي والله يا ابوك ان الاولي خذ غير نمونك حتشو حتش اليهد شو اسمك لطيفه نعم. الخلاقين وهاي الاشياء كل من وين كلها اشياء مطرزه مثلا هذا مخمل مطرز هاي كله من برا على فكره ها كل انتوا كله شفتوا الكلادي المخوره شرات المخور وكل شيء يعني فخم مش شيء عادي يعني عدلنا الجلسه كلها يعني غيرنا الحشوات غيرنا رتبنا شويه التنجيد قطع الستاير كمان كلها مستوردة من برا
يعني شفونات القطع يعني جاء. هل تشوفون المخمل؟ هذا ترى كله مخمل. مخمر وخواره منه فيه؟ الترابيش بعد تفصيلنا، احنا نفصل الترابيش ما نشتري الجاهز يعني. ما شاء الله. حسب كمان طلب الزبون. زين زين. حسب الباجيت. الربطات كمان هاي شغل المغرب. يعني بننسق من كل الموديلات اجدد شيء. والله بغيت اتكبد والله. والله اني بغيت اتكبد ما علي باس. لطيفة مشتغلة في عدد كبير من القصور والبيوت وعند الناس العرب كلها. يا غير أنا يوم لفت انتباهي الجماعة اللي هي تعرفهم مدحوها، قال أبو محمد أنت جرب. فيبت قلت أبوي شوفي الحين هنا بيزات، أنا ما أعطي بيزات، أنت إن حطيتي شغلك ويا زبوي للعرب أنا بعلن عنه، وما ياز لعذر والسموح ابوي خسر ابوي خسرتي روحك توزيه. قالت ان ما ياز ابوي انت حي شفت شغلي عند الناس كلها وكل الشغله شفته ياز لك، فلذاك انا بسوي اما اسوي تخير ولا ما بسوي ادنى ولا نفس المستوى. قلت لها توكلي على الله. واشتغلت كم شهر سوينا؟ شهرين ونص تقريبا. شهرين ونص الشغل، شهرين ونص ذهبت ذهبت الدنيا هذه كلها اللي تشوفونها، الصالب كبرها هاي اللي تحت والميلس الرئيسي شغل. يعني لطيفة شو السبب استقرامكم ما في أشياء وايد عيال ومشتغلة ثلثين بيوت هالبوظبي؟ أبو محمد في ناس تحب الخصوصية وما نحب ننشر كل الموديلات عشان ما يكون في كوبي بيست يعني في كل البيوت. ثانيا لكل زبون بنعمل له ديزاين خاص فيه، مثلا أبو محمد اللي سوينا هنا ما راح نسوي في بيت تاني، يعني بنسوي أشياء جديدة بس ان شاء الله. خفالك طيب يعني بنصير نحط موديلات على الانستغرام ان شاء الله. شيء لك رقم ولا شيات؟ اي موجود عندنا طبعا الانستغرام فيه بعض المشاريع، وفي عندنا طبعا اللي تفضل عندنا محل بالخالديه بنوريه الموديلات اللي احنا بنفتيه، وعندنا كمان العينات معروضه في المحل مع الكتالوجات. يعني الاشياء اللي بتوصل كل شهر بنعرضها يعني ما بنقصر ان شاء الله مع زبائننا. قصر عنك الشر. وليش ما من حرج هالنمونه؟ مش بيتعامل. طالت عمركم معبوت شيخه مطرشين لي ابوي غداء الى السيد خالد الخالدي تستحق السلامه. شكرا جزيلا على الغداء هذي من عندهم. هذا طالت عماركم الغداء نحن ما نتكلم عنه، بنتكلم ويا عن مشروعهم. مطرشين ما بيايين الا مطرشين مشروع من يطريج، جايين مطرشين مشروع مطرشين وياه الغداء. والمشروع عبارة عن عدة معابيج، عدة انواع من تعال ياي اظهر لنا. اول صرت هناك يلا اظهر لنا يلا تيك توك يلا 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 اوت يلا اوت يلا. عدة آتشارات، عدة أنواع من المعبوت، كل واحد بنوع معين وكل خلطة تختلف عن الثانية، بما معناه أن هذا للطلب يستعمل يوم يومين وثلاثة مش للتخزين، هذا للاستعمال الوقت الرغبة يتصلوا بهم ويقولوا لهم أن نحن مع نوع الفلاني ونوع الفلاني وبيوصلهم لعدة أنواع. عدة أنواع ما بلا نوع ونوعين، عدة أنواع ويسوى اليوم بيومه، اليوم بيومه يسوى شكله أنيق لكن لين حليكن، لكن لين حينه بعدني ما عرفته ما فتحت شيء منه. الحين بخبركم عن أموره كلها، كلها بأشياء المنتجات هذه كلها منتجات محلية من أسر منتجة إنتاج الإمارات، سيدات إماراتيات بنات في بيوتهم، مشروع منزلي 100% أكيد أنه مدفوع الثمن، دعاية إعلان مدفوع الثمن لكنه يستاهل الإعلان عنه وبجد ومن الخاطر، لأن طريقة التغليف في منتهى الروعة والتوصيل ويسد أبوي مذهبهم الوافي. مطرشين أبوي غداهم بعد وياهم بعد شو بعد جزاء الإحسان إحسان. اثنين ترى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنين ثلاثة عشر أربعة عشر اللي وصلت لنا 14. هذا مثلا معبوش البيليان، وهذا طالت عماركم معبوش همبة، شو مليون نوع نوع معبوش بامية، معبوش الفول السوداني، المعبوش بومشاري عندهم، معبوش كلمة بحرينية كويتية مش إماراتية زين، لكن
بيننا نحن وبين الكويت روابط كثيرة يعني مشتركة، مش كل هم يسمون لنا الأسامينا نحن نسميها أساميهم خوصا بخوص، ورقعت السم خصر يعني ما شيء فرق بيننا وبينهم، دم ولحم، والعروق أبوي متوارد ومصب الدم في القلب في الأفواد هناك في سعود اللي لعب في العرب لعبة يعشقونك أبوي هلا وراتي هلا الكويت. إنزين فحين بخبركم هذا عن شو على فكرة أنا أتحرم ما شيء خواشي، ترى في كل أبوي كرتون خواشيج ودنيا هو وأشغاله وشرح تفصيلي كامل عن المنتج شو داخله شو علمه شو خبره. أبوي المنتج في منتهى الروعة من شكله، هذا نوع مثلا نوع معبوت حنبة زين، ممكن شوي ولا شوي باخر. شو طريقة أنت التغليف وطريقة إحكام القلق ها؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا معبوش بامية. شو بقولكم؟ أمور ما شاء الله على بناتنا الله يحفظهم. حط لي شوية بعد. يلا زيش علي. أنا أبو أنت مرات شيء ما تبى منه. والله أطلع أبوي من كل شيء بخبركم. ربط نمونتين ثلاث. هاي اخر نمونة اللي هي مال بيليان. شوف الصليج اللي ابوكم كم يسوى. شوف بقى في عده انواع عندهم، كل نمونة طعم شويه شغل بيت محترم. في حروره لكن ما بالحروره اللي هي جهنم نار الله الموقدة، لا تبارك الرحمن. لا اسمك يد من خدم ولا من انتج هالمنتوج الزين ولا سو من سوى هالمشروع الزين، والله يرزقكم من باب من 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 رز من رز بالرز الحلال من اوسع البيبان يا رب العالمين. مشروع واعلان مدفوع الثمن تقول ما حقر ما ببلاش بيزا بالتوفيق. وهذه طالت اعماركم كرامه هل بالمعبوش طالشين بهاي كرامة ذبيح مع معلاقها بولي قطاب كاملة ذبيح وافين يا هل معبوش وافين، وهذا أبوي المعلاق وهذه الكبد كل خراوشينها طعلي كتيف والله عليكم ما زينة هي بالعافية. شكرا أبوي هل معبوش، هاي أبوي طرش كرامة، هذا مال هذا حقيقة كرامتي من عندهم، وهذاك اللي تشوفونه مال البيع والمشترى. يلا شكرا جزيلا للي صور. طارت اعماركم الارض الحين بقع كل مكان للزراعه، معدلين مزينين حاطين للتربه وحاطين للاسمده والمركبات كل ما هو اللي يكون يصلح لاول زراعه الشرى، فمن تعدل وتزينه وتكمل تسقي اسبوع اسبوعين ثلاثه ترد بين فتره وثانيه تجول الارض. شوف هذه الارض تحرى ورس الحين. هاي عندنا شيره زيتون جوافه، هاي الزيتون الحمر طارت اعماركم. اول شيء نحن نشل القاعدة الأرض اللي تحت هاي ونطر الطرف هذا واحد فقط، هذا نقصه طرف واحد، فيازم حين على ما بتشوفون بنربيكم طريقة تنزيل للشيرة الجديدة البشر اللي أول مرة تنزل للأرض، بنخليها هي بوتة هذا البوت القاعدة بنربيكم حين طريقة بالضبط زين ما زين. وهذا كله ندريبكم تعرفون كل شيء ما شاء الله عليكم يا غير لازم لادمي بعد أخير يوم يزيد عرف. على ما تشوفون الحفيرة الحين طالت عماركم إذراع طولها غزرها إذراع ونص، فنحط في القاع في الأرضية الحفيرة هذه تراب حمر نظيف عادي يعني عسب ما تستعمل الشيرة أول ما تنحط السماد اللي موجود يكون حار عليها. بخبركم الطريقة شو السبب. شوفوا الحين الأرضية هذه نشلت خلاص. يلا بسرعة هذه شاي راح تسرع ما هي بهالكدر. صبر يقوم تروق. شوف الحين هاي الشيرة مستوى التربة هذا مستوى الحين يوم بتغمر التراب هذا لازم ما يزيد لين فوق، لازم نفس مستوى البوت هذا السماد اللي انتم حاطين التربة الأصلية اللي هي هاي، فحين يدكونها على ما تشوفون يوم بيكمل بتضرب بعرج بتكمل أسبوعين ثلاثة حفرنا الطرف هذا وقصي شلينا هذا بس من تكمل اسبوعين ثلاثه وتضرب بعرج وتغلي بخير وسهاله حفرنا الطرف هذا
حفرنا الطرف هذا وقبض واحد ها هالنمون بيد وحده من ينفلق فلاق وتشل وترد تدفنها من الاطراف لان العرج اول بادي بتضرب تحتي ما بتضرب في الاطراف فالحين تعطيها قوه شرات الياهل اول ما يطيح بطنه ما يعطونها لعيش ولحم وهريس وفريد يعطون ابويها حليبه وصربه وهذا لين يتقوى صغيروني وهالنمون الشيره شرات الياهل احنا عاد سووا لها ابوي المدحه وازوان يسكونها يعني في الاسبوع مرتين ثلاث مرات الحين او مرتين شيء بسيط لان كثره الماء بعد يسوي بكتيريا على ما تشوفون ونسوي لها هذا شرات الحياب عن الطير وعن الدياي وعن ما ادري شو والدنيا مطرجه يلا هاي طريقته لا تقول ما قلنا اركض وبعد مرور شهر شهر ونص تقريبا من زراعه الشيره القوره الجديده الحديثه النمو شوي 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 يلا تخلص اخلص والله لا زولك لو تسوي شيء غلط يا ويلك شوف هني رص عاد شوي شوي والنتوءات هاليداد كلن يشلن ها كلن يشلن نتوءات جديدة ها كلها النتوءات جديدة من بعد التطعيم وفوق يتقلن خلاص عاد الحين خطاك الشر هذه الحين يب هذا بسرعة يب هذه ليش نحن خلينا هذا القوطي بالذات وخلينا متحت طلق تحت حطينا شوية تربة نظيفة ما فيها سمار ما في أي شيء لين تصير تضرب الشيارة من تضرب الشيارة خلاص يعني تحت صار عرجها بدون أسمد بدون شيء إن سارت يمين ويسار العروق بتيها حرورة السماد وبتجتلها قبل شيء وبعده فالله يطرح البركة